السلام عليكم. كان جاني هاد لاكيسيون نهار اثنين، الا كانت عندي داله كتكتب على الشكل اف دو اكس كتساوي 3 على 4 اكس، دونك هادي داله خطيه ومطلوب منا هو التمثيل المبياني لهاد الداله. دونك هنا عندي واحد الاشكال، دونك نقدر نحسب، الا حسبت اف دو زيرو، انا عارفه كتمر من اصل المعلم، دونك اف دو زيرو كتساوي زيرو، دونك تمر من النقطه ذات الاحداثيات او زيرو زيرو، هادي معروفه، دونك خاصني نقطه. دونك الا حسبت اف دو واحد، يبدو واحد غلطان، هي ثلاثة على أربعة في واحد، دونك هي ثلاثة على أربعة، ثلاثة على أربعة صعيبة باش نمثلها في المعلم. دونك أنا شنو غادي ندير؟ إلا كانت عندي بهاد الصيغة، عندي الدالة بهاد الصيغة إف دو إكس كتساوي ثلاثة على أربعة إكس، شنو هي أسهل صورة ممكن نحسبها؟ الصورة السهلة اللي ممكن نحسبها هي إف دو أربعة. علاش؟ حيت غندير ثلاثة على أربعة في أربعة، غتمشي ليا أربعة مع أربعة، غتبقى ليا إف دو أربعة. شحال كتساوي؟ كتساوي ليا ثلاثة، وهذه ممكن نمثلها ببساطة. دونك هاد الدالة الخطية تمر من أصل المعلم ومن النقطة ذات الإحداثيات أربعة ثلاثة، دونك داكشي اللي كيكون عندي في المقام هو اللي كنحسب ليه الصورة ديالو.